أهني كل الفنانين من مسرحيين ومن مؤلفين ومن نقاد ومن مصممين استعراضات، كل من له علاقة بالمسرح بهنيهم بالدورة الـ16، وبقول لمحمد رياض وياسر صادق ألف 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 مبروك، وبحييهم على ما قدموه من جديد. جيلنا يستحق وبيعمل كل حاجة وبيقدر يعني يعطي ويقدم الجديد في الفن المصري. دورة باسم الزعيم عادل إمام، وده شيء بيسعدنا كلنا كمسرحيين، وبيسعدني بشكل خاص يعني ان في صداقة بيني وبينه واعمال كثيرة، فانا سعيد ان انا بقى اكرم في دورة بيزينها عادل إمام. والله طبعا انا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة يعني دورة باسم الزعيم عادل إمام، واتمنى يا رب ان محمد رياض ربنا يوفقه ويكلل نجاحه يا رب بمجهوده الكبير، ويكلل بالنجاح ان شاء الله، لانه تعب قوي 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 وعمل مجهود كبير، واتمنى ان هو ان شاء الله يعني تبقى دوره مختلفه ومميزه عن كل الدورات ان شاء الله. انا سعيده جدا انها تحمل طبعا اسم الزعيم عادل إمام، هو يستحق وهو لها. وبعدين يعني احنا بنحاول من خلال تواجدنا، أنا من خلال مثلا صالوني الثقافي، عشان نكرم زملائنا حبايبنا اللي على قيد الحياة. يا رب الجهد اللي بذله محمد رياض وفريق العمل اللي معاه يعني يثمر عن نتائج مشرفة تليق بجمهور المسرح المصري وبالحركة النقدية المصرية وبالفن المصري. سعيدة جدا باختيار النجم الكبير الزعيم عادل إمام كرمز للدورة، لأنه طبعا عمل مسرحيات مهمة جدا جدا، علامات في المسرح المصري. سعيدة جدا بأسامي المكرمين اللي يستاهلوا فعلا التكريم كمسرحيين وعلى أعمالهم المسرحية. دايما الزعيم له تاريخ وتأريخ للحركة المسرحية والحركة السينمائية والتلفزيون، أصل على مستوى السينما وعلى مستوى التلفزيون وعلى مستوى المسرح، هو عنوان لينا في مصر والوطن العربي وفي أوروبا. ده ذكاء وشغل هايل من محمد رياض أن تحمل هذه الدورة اسم الزعيم عادل إمام. سعيد كمان بإهداء هذه الدورة لفنان عظيم جدا، من أهم وأكبر فناني مصر والوطن العربي عبر التاريخ الفني كله، سواء مسرحي أو السينمائي، والفنان الكبير عادل إمام طبعا. ألف مبروك مهرجان القومي للمسرح الدورة الـ16، ألف مبروك لنجمنا الجميل الأستاذ محمد رياض، بحييه على كل المجهود، وبحيي وزارة الثقافة، وبحيي كل القائمين على المهرجان على مجهودهم الواضح، وأتمنى للدورة التوفيق. دورة تحمل اسم الزعيم عادل إمام، ودي حاجة شرف لينا كلنا. واضح من الزحام إن الناس جاية مبسوطة وسعيدة بتكريم عادل إمام، سعيدة برئاسة محمد رياض، فنان محمد رياض للمهرجان. أقول إن أي احتفالية فنية بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه دي هي انتصار للفن في مصر اللي اتحارب كتير قوي 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 قوي. مجهود ممتاز جدا من رئيس المهرجان الأستاذ محمد رياض، هذا النجم الخلوق يعني، وده باين كمان من كل أدواته، أدوات كلها شيك وقيمة تليق بالمسرح المصري.